رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين ألف لام آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة آمين ومما رزقناهم ينفقون آمين والذين يؤمنون بما أنزل إليك آمين وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون آمين أولئك على هدى من ربهم آمين أولئك هم المفلحون آمين اللهم اجعلنا من المفلحين في الدنيا والآخرة آمين لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين قل هو الله أحد آمين الله الصمد آمين لم يلد ولم يولد آمين ولم يكن له كفوا أحد آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين قل أعوذ برب الفلق آمين من شر ما خلق آمين ومن شر غاسق إذا وقب آمين ومن شر النفاثات في الأوقات ومن شر حاسد إذا حسد آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين قل أعوذ برب الناس آمين ملك الناس آمين إله الناس آمين من شر وسواس الخناس آمين الذي يوسوس في صدور الناس آمين من الجنة والناس آمين والله يعصمك من الناس آمين اللهم أجرني من النار والناس وكنت من كل فتنة الدنيا والآخرة آمين. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين صدق الله الولد العظيم آمين وبلغ رسوله الكريم آمين ونحن على ما قال ربنا آمين وخالقنا آمين ورازقنا آمين ومولانا من الشاهدين آمين اللهم ربنا تقبل منا كما القرآن آمين وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان آمين أو تعريف كلمة عن موضعها آمين أو تغيير لحرف أو تقديم آمين أو تأخير أو زيادة أو النقصة أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل إلا تلاوته أو قسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو متن أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاغفر لنا على تمام الكمال والمعاصم من كل إلهام فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فرد من قرأه معاديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وحملنا به الخيرات والسعادة والبشارة والآمان ولا تغتم لنا بالشر والشقاوة والدلالة والتقيان والنبينا قبل المنايا عنا من الغفلة والكسلان وعامنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أقل الكتاب آمين من عذاب القبر ومن سؤال والمنكر ومن سؤال ومنكر ونكير ومن أقل الكتاب آمين آمين من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أقل الكتاب وبيض وجوهنا يوم الباس آمين وكتابنا من النيران آمين ويمن كتابنا آمين ويسر حسابنا آمين وسقل حسابنا آمين وسقل وسبد أقدامنا على الصراط آمين واسكن في وسط الجنان آمين وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آمين وأكرمنا بلقائك يا ديان آمين اسجد دعاءنا بحق التوريث والإنجيل والزبور والفرقان آمين آتنا جميع ما سألناك به في السر والإيمان آمين واسلنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن آمين اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زين بزينة القرآن اللهم زين بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن وعافينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن في الدنيا كريهة وفي القبر مهلسة وفي القيامة شفيعة وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين من كل فتنة الدنيا سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا أصل الفضل والإحسان اللهم أرزقنا يا الله اللهم أرزقنا يا الله اللهم أرزقنا يا الله يا لطيف يا كبير يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل اسم حسنة وبكل نسب نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم أرزقنا يا الله اللهم أرزقنا يا الله اللهم أرزقنا يا الله يا لطيف يا كبير يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالصاي صوابا وبالجيم جمالا وبالهاء هدما وبالخاء خلانا وبالداي دنوا وبالصاي سكا وبالراي رحمة وبالراي رحمة وبالصاي سلفا وبالسير سناء وبالشين شفاء وبالصاد سدقا وبالدوي بياء وبالدوي طهارا وبالصاي زفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فناها وبالقيد قربا وبالكاف كفايا وباللام لطفا وبالميم موئزة وبالنور النورا وبالنور النورا وبالنور النورا وبالواي وصلا وبالهاي هدايا وبالهاي هدايا وباللام الألف لقرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ صواب ما قرأنا ونورنا ما تلونا إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحاب رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آباء وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين وخصر من كسر المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دين ودنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دين ودنيا والآخرة اللهم انصرنا بسترك الجميل
اللهم اسرنا في سترك الجميل اللهم يا من لا تفتح لك السماوات والارض فلا تفتح لاجنات في بطون امهاتها قلت بنا في قدائك وقدرت لطفاني عليك بكرمك يا ارحم الراحمين اللهم انصر بفضلك سلطاننا اللهم انصر بفضلك سلطاننا اللهم انصر بفضلك سلطاننا واهلك لكفرة اعداءنا وامن في اوطاننا وولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا وارفع مقطع غضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يكافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ايمانا دائما اللهم انا نسالك ايمانا دائما وقلبا كاشيا وعلما نافيا ويقينا صادقا ودينا نقيما واسالك دوام ناجيا من كل الباليا واسالك دوام العافيه واسالك تمام العافيه واسالك الشكر على العافيه واسالك الغنى عن الناس يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على روح سيدنا الشيخ صوف ادم ابن احمد وامه اسنى في الارواح وعلى جسده في الاجسام وعلى قبره في القبور وعلى اله وصحبه وسلم وتسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kami bifafu na alaka hapa akati na kuwane kama sheikh sufa na makama kila ukama ayo shiki 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 ayo shiki